عنديش مشكل، ولكن في رمضان كنظن بان كل واحد خاصو يحترم داك الشخص اللي صايم باش نعطيه واحد كاحترام. زعما حنا في دوله الاسلام، وكنظن ملي كنقولوا دوله الاسلام راه كان الحجاب والحشمه موصي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الواجب ديالنا نحترموا داك الشخص، واخا حنا مبغيناش نحترموا راسنا نحترموا داك الشخص الثاني اللي صايم. انا كيبان ليا صراحه بان البنت تلبس زعما كاين نص هكايا، ولا تلبس زعما كاين لباس ماشي محترم، راه بحال ما صايماش يعني، لكن ما عندهاش شي معنى، بحال ما كتعترفش بالدين الاسلامي وما كتحترمش الناس الاخرين اللي صايمين، بحال كتير شهوه ديالهم. وهذا كنقول بانني ما متفقاش مع هذا اللباس هذا، زعما كاين بصفة عامة ما كنتفقش معاه، وأن البنت خصها تكون محترمة راسها وتلبس اللباس محترم باش أنها تبين الناس اللي ماشي مسلمين بأن راه الدين الإسلامي ماشي غير العرا وداكشي، وإنما راه دين ديال التسامح، وكذلك دين كيحتش المرأة أنها تستر راسها. شنو بالنسبة لك يعني البنات اللي كيلبسوا لباس غير محتشم خلال الشهر المبارك؟ نعم الإنسان يحترم، حيت كل النعمة فاتن أي إنسان، دابا بحال هكا الإنسان يلبس يجري لباس واحد الشهر ولا لباس محترم، فهاد الشهر يعني راه مقدس حتى الله ربي كي حتى هي كيعطيها واحد النور إلا دارت هاد الشيء. مالك بعيدك هذاك الشيء؟ أنا زعما أنا ضد الإنسان اللي كيلبس الرومي في الشهر المبارك، يعني نقدروا ندوزوا في الأيام العادية، لكن في الأيام العادية ما كاين مشكلة، البنات ضروري مساكن يلبسوا عصريات تبارك الله ما شاء الله عليهم، ولكن يحترموا هذا الشهر المبارك. انا كنتمنى جميع البنات وكاع الناس اللي غادي يسمعوني يعني يحتفظوا على هذا الشهر وينصحوا وليداتهم، يقول زعما راه هذا الشهر مبارك وعظيم عند الله، يكفينا هذا الشيء اللي فينا، على الاقل بعد هذا الشهر نقدوا فيه شويه الوضع باش ربما ربي يرحمنا ويشوف فينا شوف حنينا ويبعد علينا هذا الوباء. الراي ديالي ان البنات ما خصهمش مثل انا وجهد، يعني انا كنت صايمه خصني نحترم راسي، يعني الدين ديالنا خصك تحترم، هي خصك تحترم برمضان ولا بلا رمضان، ولي من حتى رمضان بنادم صايم راه حشومه الرجال عاوتاني حتى من العائله راه حشومه تكون، يعني نقدروا ندوزوا في الايامات العاديه لكن رمضان الايامات العاديه بنادم حر، وخا هي راه في الدين ديالنا ما يمكنش، ولي من بنادم صايم راه حشومه راه كتجي حشومه. شي نصيحه ديالك لهاد البنات؟ البنات تستروا راسكم ملي تكونوا صايمين، تستروا راسك كاملين، راه الدين الاسلامي ماشي غير العرا وداكشي، وانما راه دين ديال التسامح، وكذلك دين كيحتش المراه انها تستر راسها. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.